شو انت خانم؟ ما بتقدري تطلعي علينا الا من بعيد؟ عيلتنا بألف نعمة من دونك، وما عاد في إلك مكان هون، وكارلا تزوجت، بس ارجع ما بدي شوفك. كل شيء انت بتملكه بهالبيت انا بملكه، مثلي مثلك عارف. هيك لك هاد. طبعا طلقتني بلا ولا قرش، بس هلأ انت عقلت وما فيك تتصرف معي هيك. من كل عقلك مصدقة اني رح اعطيكي بعد ما تركتيني انا والولاد؟ شكري ربك اني عم احكي معك. بدي رجع ولادي لتحت جناحي، وهذا البيت بيتي، ما رح اطلع منه. هنت خلاص، انا سمحت لك تبقي هون مشان ما خرب الفرحة على بنتي، بس نحن اثنين منعرف انه غايتك مو مشان تكسبي ولادك، غايتك مشان تاخدي الثروة اللي تركت لهم اياها. بس ارجع ما بدي اشوفك، فهماني؟ تنقلعي. كون صريح معكم، مستحيل أرفض عرض إسراء خانو. عرفاني حالة شو عم تعمل لدرجة أنه أثرت فينا من أول لقاء معه. معناها صار فينا مبارك لبعض هلا؟ أكيد، لأنه الموضوع انحسم. طيب ألف مبروك، شرفنا فيكم. أهلا وسهلا فيكم بيناتنا، ألف مبروك. شكرا شكرا شكرا. كنار مبروك. أنا كتير بعتذر منكم يا جماعة، بس لازم رد. أنا آسف ما رح طول. خد راحتك. ألو أهلين. أنا بعتذر كنان بيك، لو الموضوع مو ضروري ما اتصلت فيك. أبوك اتخانق مع أمك من شوي، وبصراحة عصب وعيط عليها كتير، وأمك كسرت أغراض البيت وجرحت إيدها. أنا قلت لها خلينا نروح على المستشفى بس ما قبلت. ما حبيت خبر كارلا خانو فاتصلت فيك. لا 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 لا، لا تتصلي فيها أبدا، البنت كتير متوترة، وأنا حالياً باجتماع كتير مهم. طيب رح حلها وجاي لعندك فوراً، تمام؟ يلا بشوفك. آسف الاتصال مهم وأنا مضطر أني أمشي، ما رح أقدر أني يبقى. إذا بتركن مع مروان بيك وإسراء خانهم في مشكلة؟ لا لا نهائياً، حكينا بكل المواضيع المهمة. عذروني بكرر اعتذاري مرة تانية. كنان كل الأمور منيحة؟ ايه ما في شي بيخوف، بس لازم روح بعدين منحكي. ايه رح فهمك، بستأذن منكم. بسيطة، الله معك. نحن حابين نستضيفكم بآخر الأسبوع بالأوتيل. هالشي أكيد. أكيد طبعا، إلي الشرف. طبعا ايه منتشرف. يا ترى هذا نابليون بأي سلاح كسب الحرب؟ معقول بالفرد؟ شو خص الفرد؟ أكرام؟ نعم. بدي أسألك سؤال، أنت مو بتقرأ كتب كتير؟ نابليون بأي سلاح كسب الحرب؟ المصاري. لا تستغرب، هي أقوى سلاح، بس هذا مو رأي نابليون لحاله بابا، وأنا كمان هيك رأيي، المصاري هي أقوى سلاح. شبك بابا؟ نحن بدنا مصاري، ما فينا نعيش بلاها. خد عليك لقلك، حتى هي الجريدة لحتى تشتريها بدك مصاري. ليك بابا حبيبي، المصاري بهالأيام صارت كل شي بالدنيا، يعني لازم نفكر بشي طريقة لحتى نصير أغنياء مشان نعرف نعيش مثل العالم والناس. عبر عنا مثل ما بدك، بس نحن بدنا مصاري بابا. شبك ابني، ليش عم تنق انت؟ نحن مناح هيك ومالنا محتاجين شي بنوك. لا بصراحة مو شايف انه نحن مناح ابدا، شايف انه وضعنا كل ماله لأسوأ، وبتوقع واضح الموضوع. طلع اكرم، بدل ما تحكي هالحكي الفاضي فوت اشتغل شي شغلة طلع حقك لك وشربك. يا بابا يا حبيب قلبي لا تزعل مني، بس انا عم بحكي معك عن شي خارج نطاق الحارة اللي عايشين فيها، عم بحكي عن عالم حافنجان القهوة فيه قدرات بشهر كامل، الله وكيله. واكيد هذول العالم ما بيكسبوا هي المصاري بالشغل بس بابا، لهيك برأيي نحن لازم نلف وندور لحتى نطلع مصاري اكثر. يا ابني هذا اللي موجود عنا، في هالمطعم عم يطلع لنا كم قرش ويسترنا ومنعيش من وراه. ايه عملنا عطور انباعوا كلهم، بس المصاري تبعهم انت بتعرف شو قصتهم، ما هيك ابني؟ ايه ووصوني على طلبات جديدة، شو بدنا نعمل؟ هذا اللي الله قاسم لنا يا نصيبنا، شو بدنا نساوي؟ استنى استنى بس دقيقة، عد اللي قلته. شو حكيت هلأ؟ عن اسمتنا؟ لا مو هي، قلت لي عطر. العطر هي فكرة عظيمة، شو رأيك نشتغل عليها وندرسها؟ يعني والله بطلع لنا مصاري خير الله، وأكيد أكثر من مطعمنا. يا ابني هاي القصص بدها تمويل كبير، احذر ليش؟ لأنه بدها مواد خام،
بدها شغيلة وفي عندك تغليف، وبعدين شو منعمل؟ منبعت كل شيء موجود على المصنع، وشو عم يجي من المصنع؟ ما عم يجي شيء منه. بابا انت كتير عم تبذر. طيب ليش ما بتسمع مني؟ تركنا من المصنع، مو شايف انه ابنك هلأ صار رجال قد الحيط؟ يعني في عندي ايدين وبقدر اشتغل لك. تركنا من المصنع، انا فاهم يا اخي. اكرام خلاص هالشغلات صعبة كتير، خلاص شبك يا بابا. لك انت اهم كيميائي بهالبلد كلها، وبالحاضر وبالماضي كمان، وعلى مر التاريخ والعصور ما مرق واحد مثلك. ممكن تتصالح مع موهبتك هي شوي، بس تتصالح مع موهبتك ورجع استعيد ثقتك بنفسك لو سمحت. ما لا صعبه، شبنا انت قد لك إيه؟ هيك لكان. شو لكان؟ طبعا اكيد. اي طبعا طبعا لك. انا بعرف حالي بيطلع معي اني بعمل هيك قصص. بس ليك طبعا رح اقول لك شيء. طبعا قبل كل شيء نحن لازمنا مكان لحتى نشتغل، وهذا المكان لازم يكون فيه تهوية منيحة، ولازمنا نار بحرارة مرتفعة. وين بدنا نلاقي لهالمكان؟ آه بابا، اعتبر حالك صرت امبراطور العطور هون. بس تزبط لنكيف وقتها. لكن معناها منلتقى قريبا بالإذن. إذنك معك. اتشرفت بالتعرف على صبية موهوبة وناجحة مثلك. وأنا بسطت فيكن وتشرفت بحضوركن. نشوفكن على خير. ليلة سعيدة. شكرا. شو رأيك بالصبية؟ حدا موهوب إلا مستقبل. شو عم تعملي؟ بدي روح. شو عم بعمل؟ ممكن تعدي شوي لنحكي؟ مشان هيك اجيت لهون ما هيك؟ ايه طبعا. ما عم صدق اللي عم تعمله، عن جد ما عم صدق. اسراء استني شوي، انا بدي وصلي. انا بروح لحالي، لا تعذب حالك. بسرعة لو سمحت. اسراء 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 تعي خليني وصلك بالسيارة ونحكي. اسراء وقفي. لك انت ما عم تفهم علي، حل عني، ما بدي اسمعك. بيني وبين كارلا ما في شي بنو، هالزواج ما انه زواج حقيقي. كنت وعدها وقصة زواجنا كلها ياتها هي على الورق وبس. لك شو هذا اللي عم تقوله؟ سافرت انت وكارلا على شهر العسل، رجعتوا من روما وانتوا لابسين المحابس بايديكم ومبسوطين كتير. هاي كلها ياتها مظاهر، مجرد لعبة مشان كارلا ما تنحط بموقف صعب. لك انت شو عم تبرر هلأ؟ ما في حدا بيلعب لعبتكن. انت عم تنام مع كارلا بنفس البيت وعلى نفس التخت، مزبوط ولا لا؟ لا ما عم نام. اسمعيني، انا وكارلا ما صار شي بيناتنا وما رح يصير ابدا. انا من يوم اللي وعيت على هي الدنيا ما حبيت حدا غيرك. قلبي ما قدر يسمح لحدا غيرك يقعد جواته. شو اللي تغير فيك هيك فجأة؟ على اساس كنت بتكرهني وما بدك يعني؟ على أساس أنك عملت كل شيء مشان تنتقم مني، وعلى أساس أني إنسانة مو مسؤولة؟ لما عرفت بالوجع اللي عشته شفقت علي. ما حط هالشغلة ببالك، أنا مالي كارلا لحتى أقعد أبكي وأستناك تشفق على وضعي، مفهوم؟ قويت كتير وما عاد بحاجة حدا. القصة مو مثل ما عم تقولي بنو. مالك شايفة حالتي؟ لك أنا بعشقك إسراء، مو قادرة تشوفي. وأنتي انت عم تعيشي حزنك، كنت بتمنى اكون جنبك، بس انت يلي رميتيني ببير ماله قرار ورحتي. ضليت شهور وانا بقلب هذا البير وعم دور على نقطة ضو صغيرة، تركتيني عم دور بين اسئلة ما في الا اجوبة ورحتي. ومن جديد لحتى عرفت ليش رحتي، ما عم بقدر اوثق فيك. ايه تأخرت، ايه انا واحد غبي وتافه وحقير بعرف، بس بترجاكي تركيني صلح الأمور. بترجاكي، أنا ما بدي منك غير فرصة واحدة. مروان أنت مالك ملاحظ اللي عم تطلبه؟ بدك يعني هلأ أتأثر بكلامك وأرمي حالي بحضنك ولا كأنه صار شيء؟ بدك يعني يكون حبيبي لرجال متجوز؟ أنت لوين بدك توصل؟ إذا بتريدي خليني صلح كل شيء وأرجع لك، ما بدي مروان فرصة. بس مو بيوم عرسك انت وكارلا، وقتها انا شرحت لك كل شي صار، ومع هيك ضليت على قرارك ورحت اتجوزت وما همك وجعي؟ هذا اللي صار ما هيك؟ انساني. ما رح انساك، ما بقدر اعملها اسراء. انا بعرف انه انت بتحبيني وكتير، وبعرف انه رح تستنيني كمان. متأكد مروان؟ ايه
آمي شوف لك. شكرا كنان. ولا يهمك. يلي عملته معي كتير مهم بالنسبة لإلي. بس إن شاء الله ما تصير عادة عندك. بس المرة الجاية أنا ما رح أكون موجود. ليك بعرف إنك معصب مني بس بترجاك تعطيني فرصة. أنا إجيت لهون لحتى أصلح الأمور. فرصة شو؟ وشو بدك تصلحي؟ ليكي عملي شغلة واحدة، رجعي مكان ما كنتي، على نفس المكان اللي تركتينا ورحتي عليه، تمام؟ هالمرة ما رح أروح، بدي حارب مشان أولادي. أوه تأخرتي كتير يا أمي، نحنا صرنا كبار وما عدنا بحاجة إليك. الإنسان بحاجة أمه بكل الأعمار. طلعي أنا ما بعرف كيف الناس بتشوفنا، بس نحنا من جوا مكسرين ومحطمين. شوفي كارلا لوين وصلت، تعلقت بحب صغير وكل ما لها عم تغرق فيه أكتر وأكتر. أنا ملاحظة، مفكرني مو ملاحظة يعني؟ مشان هيك إذا ما رح شوفكن مبسوطين ما رح أترككن. أوف اعملي اللي بدك اياه تمام؟ اصلا ما رح كون هون مشان شوف عمايلك. رايح انا وسرا. شو بتقصد؟ لوين بدك تروح؟ بدي استقر بانطاليا بشغل. كانه كتير حببها لهي البنت. ايه انا بعشقها، لانه صفاتها هي عكس صفاتك كلياته. قلبها طيب وقويه وحنونه. بدي أعمل كل شي بقدر عليه لحتى أكسب قلبه وبس، ولحتى أكون بستاهلها. رح ضل عم بشتغل على حالي. أنا لشو عم بحكي لك؟ خليني وصلك على شي وتين. أهلا وسهلا كارلا. لسه ما نمتي لهلا؟ لا ما نمت، لأني بصراحة ما بعرف وين بدي نام وما حبيت احتل مكانك. طبعا أنت رح تنامي على التخت وأنا على الكنباية. مروان استوليت على بيتك وبدي أخذ لك تختك، معقول؟ بلا هالحكي كارلا. أصلا بعرف الوضع مؤقت، متذكرة ما في داعي تذكرني بهالحكي على طول. أصلاً أنا ما بنام بهذا الوقت، هيك كنت رح أقول. يلا خليني جيب مخدة وغطا. مروان نحن بالأساس ما كنا هيك، كنا نضل عم نحكي مع بعض ونضحك ونمزح، وهلأ أنت عم تتهرب مني ليش؟ كارلا مروان في إلك عندي عرض مناسب، خلينا نتخلص من هالتوتر هاد ونرجع مع بعض صحبة مثل ما كنا من قبل، شو رأيك؟ موافق، لأنه ما عاد أعرف كيف بدي أتصرف معك. صدقيني آخر شي بتمناه هو أني أجرحك أو زعلك مني. معناها اتفقنا. أنا شخصياً إذا بنرجع لفترة الضحك والصداقة يلي كنا فيها بكون كتير مبسوطة. إيه اتفقنا، ما عاد بدي شوفك هيك قالب وشك بنوب. خليني فوت غير ثيابي. طيب يا ريت قدرت احضر العرس، ما كنت بالبلد، لا تواخذوني. لا ولا يهمك، فينا نعوضها بعشا، واصلا نحن حابين انه نعمل حفله ببيتنا الجديد، ما هيك مروان؟ طبعا نستنى. معناها خلينا نرافق البيك. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. صباح النور. حيا ممكن تجي لحظه؟ طبعا. جبت لك القهوة إلي؟ ليش مستغرب هيك؟ أبداً، شكراً إليك، منيح إنه أنتي معنا. ولو صحة. بدي أقول لك شغلة، أنا حابة أعمل تحضيرات على التراس فوق لأني بدي أحضر مفاجأة حلوة لحدا، فيك تساعدني بهالخصوص؟ أنتي لا تاكليها، اعتبري حالك وصلتي. بس شو بدي أعمل؟ شراب قهوتك لحتى فهمك. طيب، بس أنا تحمست.
شو يا روح؟ كيفك؟ من أكرم لإيكو وبعدين من إيكو ليا روح. إيش هالتطور كله هاد؟ أنا منيح، أنت كيفك؟ منيحة. بتروح هالمساء على السينما وبعدين بنشرب قهوة وبنحكي عن الفيلم، شو رأيك؟ ما نروح على السينما، روحت السينما بدها كازوز، وبعد الكازوز بدنا قهوة وفي عنا مصاريف كتيرة وأنا بصراحة إيكو شبك شو صار لك؟ بدك ما تواخذيني، يعني هالفكرة حلوة إنه نروح على السينما، بس هاي الفترة أنا ما بقدر روح، منزبطها غير مرة. بيكون معنا وقت وبالنا مرتاح أكتر، منروح منشرب شاي إذا بدنا ومنشرب قهوة كمان ومنقطع بطاقات ومنشتري بوشار وشو ما بدك، بس هاي المرة أنا مستعجل كتير، خليني روح، بابا بيكون ناطرني بلا ما أتأخر عليه، ماشي؟ بس أكيد رح نروح، خلص رح نزبطها، يلا بشوفك بعدين، ليكي أكيد رح نروح بس مو اليوم، اليوم ما بقدر، يوم تاني. معقول؟ كأنه أكرم صاير عم يرفضني؟ بابا، بابا، تعال ليكني جبت لك الأمانة. يا عيني عليك تمام. جبت كل شيء طلبته مني، خذ شوف كل شيء كان مكتوب بالقائمة. ما تفتحهم هيك قدام العالم، هلأ بيشوفوهم معنا، لازم نخبيهم فورا قبل ما تشوفهم أمك. وين نحطهم؟ نخبيهم، حطهم بالبراد، موقع ممتاز. ايه برافو، اصلا نحن ما لنا فاتحين مطعم ما هيك ومحاسن ما بتفتح البراد. لك انت غبي ولا؟ لازم نحطهم بمكان ما تشوفهم وإلا منتبهدل. ليكو ايه هنيك بحياتها ما بتشوفهم. يلا جيب الكرسي، جيبه مسكني، حطهم هات بابا. يلا بسرعة، خود هات كمان، خود مسك لقلها هوام، هات امسك فوق في ايه؟ ايوه فشو يا عيني عليك، غطيهم منيح. ايوه يا سلام، نسينا القمح يا زلمة. قمح شو هاد؟ انتبه ابني، شو عم تعملوا؟ ما عم نعمل شيء ابدا، انا بس كنت عم بنصحه، مثل كل مرة اكرم كمان جن ناقصه سنبلة قمح. فعلا ابي بده يجيب لي سنبلة قمح مشان احطها هيك على راسي وامشي بالحالة. امي صحيح امي، نحن فكرنا بشيء. من امتى بلشت تشغلوا عقلكم؟ الله يسامحك يا ماما. بابا الا مو حلو هذا المزح. ماما انا وبابا فكرنا انك عم تتعب كتير بالشغل وصار لازم ترتاحي بقى. اي نعم، بعدين انتي صاروا عم يجعوك رجليك كل يوم. فقلنا لحالنا ما في داعي ماما تضل بالمطعم للمساء، خليها تتسطح بالبيت وتتفرج على التلفزيون ونحن منسكر مطعم بدالها. شو هالشغله؟ حطي لحالك اكلات للسهره واعملي شاي دللي. انتو على شو ناويين؟ الله يسامحك يا ماما، ليش نيتك صايرة كتير سيئة بآخر فترة؟ يعني ولا مرة صدقتينا وكانت نيتك صافية تجاه عائلتك المخلصة؟ ليكي أنا عم حس إنك صايرة عم تقلدي خالة زمرد بصراحة. ايه كلامك صح 100%، يا ريتهم اكتشفوا النية المنيحة تبعنا، على طول هن بيظنوا شغلات سيئة فينا وبيصيروا يبهدلونا. اخس خلص روق بابا، لا تاخذوا موقف من كلامي، خلص فيكم تسكروا المطعم تمام، بس يا ويلكم كسروا لي شيء. ايه طبعا، شو هالحكي؟ ليش نحن شو بدنا نساوي؟ بدنا ندير بالنا عليه بس وقتها. يا روحي هديك الغلطه غلطناها مره واحده، معقول نكررها مره ثانيه؟ منيح، وانا بطلع بكير على البيت بمدرج لي وبتفرج على التلفزيون وبتسلى شوي. تمام. ليك بابا هلا كل العده جاهزه وكل شيء تمام، المساء بنبعت ماما على البيت وبعدين بنبدا شغل، شو رايك؟ انا موافق. ألو نعم مروان بيك، إسراء خانم بدها تشوفك، فاضي؟ إيه فاضي، خليها تفوت فورا. إسراء مروان، أنت مبارح قلت لي اللي عندك وأنا كمان في عندي كلام لك يا تمام، المهم أنك تقبلي تحكي معي. ليش واقفة عادي؟ ما بدي أقعد، ما في الزوم بلاها، خلينا نتقابل المساء على التراس ممكن؟ ممكن تمام، معنا هالمساء بشوفك. رفيف يلا حبيبتي بنتي تعالي ناكل، حضرت لك الأكلات يلي بتحبيها. ايه عن جد جعنا. ماما مين هاد؟ تا حامد. حامد؟ مين حامد؟ حامد بعد ما أخذ المرتبة الأولى بالثانوية خلص قسم الهندسة بدرجات كتير متفوقة، ما في عنده أي عادات سيئة وكتير بحب يسمع موسيقى وعم بيدور على عروس. حامد كتير شخص لطيفة. ماما شو هالحركات مشان الله؟ ليش عم تجعلكي الصورة؟ ليش عم تجعلكي؟ قولي إنه ما عجبك وبس وخلصنا، ليش عم تجعلكي لوشه؟
ريحان اسكبي لنا من الأكلة الثانية وارجيها. شوفي يا رفيفة، حتى أنت يا خالتي ما تطلعي فيني، أنا هون عبد مأمور. أيوة. هذا أيوب، وأيوب شاب مخلص هندسة ومؤسس لحاله شركة من بابا لمحرابة لإله. شاب شو هاد؟ بعدين أنت مو شايفتي أصلا؟ طالما عاجبك كل هالقد جوازي أنت خالتي. كيف بتحكي معي هيك انت؟ من كل عقلك رح ينعجب فيها لخالتك وياخدها اصلا خالص كذا ومشحطه زمرد. ريحان معناتها ما مشي الحال وما عجبها، لازم ننتبه على مساله العمر. سجلي هالملاحظه. امي انت شو عم يصير معي؟ حاسه انك مو مصدقه امتى تخلصي مني. يا بنتي شو هالحكي هاد؟ معقوله انت تفكري بهالطريقه؟ انا ما عم اسعى لاتخلص منك، انا بس بدي ما تحبي اكرم العواطلي. وليه؟ شفتك بعيني كيف هيك عم تتغمي له وتتعصوري مشان تتقربي منه. عن جد؟ يعني انت ما رح ترتاحي قبل ما تجيبي لي الجلطه. انت مشان الله منين عم تجيبي هذا الحكي؟ شفتك؟ بس لا، ما في شخص من عائله كورفالي رح يناسبهم بنوب. ماما طلعي، انا واكرم حاليا مجرد اصدقاء، بس لعلمك هو شخص كتير غالي على قلبي وانا عم حس بهذا الشيء هلا. تمام، دايمة على الغداء. هاي الحركات أنا ما بحبها، لا بفهم صديقك ولا بفهم غالي عليكي ولك. من وين متعلمة هاي الجمل السخيفة؟ ماني عم أفهم شو الجاذب الغريب عند هالعيلة المجنونة حتى أولادي عم بيروحوا لعندهم. كنان؟ ها؟ عم أقول لحالي من وين إجا كل هذا النور فجأة وكل هالطاقة الحلوة؟ تفضلي عادي. شو عملتوا بعد ما طلعت مبارح؟ صار شي معكم؟ أكلنا وحكينا بشوية تفاصيل وبعدين شاركوا بالتطبيق وكل واحد رح على بيته. ممتاز. المهم أنت حكي لي شو صاير معك، ليش رحت فجأة؟ لك أمي كانت كتير معصبة، خربت الدنيا كلها، نكشت البيت وكسرت، وهي عم تكسر جرحة إيدها، يعني كسرت شغلات سخيفة. أخذتها ورحنا على المشفى وعالجوها هنيك، وبعدين جبت لها الأدوية ووصلتها على أوتيل ورحت. لا تحس بتأنيب الضمير، أنت عملت اللي لازم ينعمل، شو كان فيك تعمل غير هيك؟ أنا كان فيني ما روح يا إسراء، يعني عم نحكي عن مرة ما وقفت جنبي أنا وصغير بولا موقف، لهيك ما بتستاهل. بس عن جد أنا كتير غبي، ما عم بقدر أتصرف مثل قبل أبدا. لا كنان، أنت قلبك طيب وحنون، يعني أنت من أكثر الناس العاقلين والأذكياء اللي تعرفت عليهم بحياتي. لا بقى تحكي هذا الحكي. شكراً، ريحتيني. طيب هي لو بترجع بتروح أنا كتير رح أرتاح صدقيني. يلي مخوفني مبارح بالليل إنه حسيت رح تبقى لهيك أنا ضايقت. طيب خلينا نغير الموضوع، مبارح ما كملت أكلي. أكيد لاحظتي ما؟ إذا بدك منكفي العشاء اليوم بالليل. لا ما بتزبط، لأنه الليلة في عندي خطة. يا عيني عليك، صبر. لا عليك، هلا صرتوا تفهموا بالصبر؟ انا بفهم من زمان مو من هلا. بلشنا فلسفه. هي مو فلسفه، هي الواقع. دخيل قواعدك يا جماعه، حاجه مواعظ كنا شغله تسلينا. مروه شو سبب هالاحتفال هاد؟ ما بعرف. شو رايك نروح مشوار؟ كنان الكل صاروا موجودين، يلا خلينا نخبرهم. أها تمام، أهلا وسهلا. وطالما إجوا كارلا ومروان صار فيني أحكي هلا. يا شباب بدياكم تقربوا كلياتكم لعندي شوي إذا بتريدوا يا جماعة. شوفي.
أكيد أنتو كلياتكن عم تسألوا حالكن شو سبب هذا الاجتماع هلأ وليش نحن عم نحتفل. أنا من فترة عم بعمل اتصالات بس ما حبيت خبركن قبل ما أوصل لنتيجة، وأخيرا هلأ وصلت. قررنا نفتح فرع للأبليكيشن بأنطاليا. كثير حلو هذا حكي يا جد، مبروك لينا. شكرا، هذا اسمه مبروك. برافو، كثير حلو كثير الموضوع. ولهذا السبب انا وكنان لحتى نسلم الشغل رايحين نعيش هنيك. هاي خبريه سيئه، وقديش رح تبقوا هنيك؟ حاليا ما بنعرف قديش المده، رح نبقى 5 أو 6 شهور. في عنا شغل كثير ولازم نديره هنيك، وكتر خيرها اسراء لانه رح تكون معي. لكن بهنيك كنان بيك. شكرا شكرا حبيبتي. انا معقوله انا هي اختك الوحيده ما بتقول لها هيك مبروك اذا من قلبها؟ حبيت اعمل لك مفاجاه. تجي نفسها على الشغل مفاجاه بتاخذ العقل. عن جد شيء ظريف كثير. رح نخبر عنك. وانا كمان كثير عن جد من نجاح لنجاح ان شاء الله. شكرا كلكم ذوق. تسلمي. اشتغل دوام اضافي. ايه مروان تعالوا نشرب شيء. عفوا يلا لازم مروان بيك طبعا. انت ما بدك تفارقني؟ انا كمان بدي. انت شو عم تحاولي تعملي؟ مسافره مروان وفرحانه كثير لانه وشك ما عاد تشوفه. ايه طبعا يلا يا جماعه خلونا نبلش سهرتنا. ايه معك سهره حلوه اليوم. صحتكم صحتكم صحة النجاح. شو رأيكم بهالمفاجأة؟ حبيتوها؟ أنا كثير مبسوط. شو مفكر حالك عم تعمل؟ وليه ما عندي خبر باللي عم تساووه؟ اهدى لا تضوج، حبيت أعمل لك مفاجأة، ما عجبتك؟ لا ما عجبتني، وهالقرار رح يلتغي. لا، ما حذرت هالمرة مروان. مين مفكر حالك؟ متخبي ورا حصص ابوك وداخل على الشركه واقف قدامي وعامل لي فيها المعلم ومدري شو؟ انا دفعت عمري وسنيني كرمال هالشركه سيد كنان، وهذا المكان مو مكان للعبك. مروان انت من شو تضايقت بقى؟ ها؟ خليك واضح، الكل مبسوطين والكل عم يحتفل، كارلا انبسطت كثير. انت شو يلي زعجك؟ كنان مشان تعمل هيك حملة لازم تتحضر لأشهر يا كنان، ما فيك تشتغل بهيك شغلة وانت ما بتفهم فيها. مين قال لك ما بفهم فيها؟ قلي انت شو اللي معصبك بالضبط احكي. خليك سادة كنان. مروان طلعوا حواليكم وشوفوا وين انتوا وشو عم تعملوا، اصحوا على حالكم بقى، شو صاير معكم؟ معك حق اختي، بعتذر كثير يا جماعه، يلا خذوا راحتكم. انا اسف كارلا. مروان لحظه، مروان استنى شوي، مو وقته هلا كارلا. مو ليه انا رايح اشوفه. كل ما احاول اني اعمل شيء منيح عم يمنعني، ولهالسبب قلت لك ما بدي اقول لانه هيك رح يساوي. كنان لو سمحت روق، نحن رح نكون قد هاي الخطوة وحتى رح نوقع على أعمال كتير هنيك، والكل رح يعترف في نجاحاتنا. تمام؟ كلك زين. راح وكتير مقصر. يعني وين بده يكون راح؟ أنت أكتر حدا بتعرف مرهون بيتضايق لما ما بيستلم قيادة كل شيء، بس بكرة بيتعود. وأنا عكس مروان انبسطت كتير بالخبر اللي سمعته. على فكرة أنتوا الاثنين رح تنجحوا بشغلكم الجديد. شكرا. وبكل الأحوال لما تستقروا هنيك رح ترتاحوا أكيد، لما تبعدوا لفترة الكل رح يستفاد، وخاصة أنت إسراء، لأني بصراحة آخر فترة حسيتك مزعوجة كتير لهيك عم أحكي هالحكي. والله جد هيك حاسة كارلا خانو؟ بالعكس أنا مبسوطة كتير، وحتى من فترة طويلة ما حسيت حالي منيحة مثل هلا. حلو ممتاز، ورح ننبسط أكتر. حجزت البطاقات لحتى نطلع بآخر الأسبوع. شو هالإبداع؟ ممتاز.
ليكو ليكو عطر يا أكرم، وهالمرة نجح كتير معي. صدقني بكرة رح تشوفه مكسر الدنيا وحتى ناجح أكتر من قبل. بس هيك بابا، نحن سبقنا وصف الرائع بهالعطر هاد. أنت رائع، بهنيك من كل قلبي. بالضبط نحن هيك بس يا أكرم. كيف فاتت هالدبانة لهون؟ هي دبانة. شو جابها هي لعنا؟ هي دبانة. قال لي عالدبانة ما رح توقف على العطر تبعنا، بنزعوا لأنه ابني بعدها. طيب بابا شوف وقف شوف ما أوقع حالك. هي دبانة شو عم تساوي عنا؟ تمام تمام، نحن مناح، كله رواق. متأكد؟ متأكد متأكد، ليكو ما صار شيء. أوف يا قلبي، أخ والله حسيت قلبي وقف. أنا اللي قلبي وقف من الوجع. أوه. المهم المهم اللي راح الدبانة لساتها؟ لا لا بابا، ليك راحت. بابا بدي أقول لك شيء، كل شيء ماشي طبيعي وما في أي معاكسات، وهالشي مخوفني كتير. أنا مالي مرتاح أبدا. أكرم قول ما شاء الله مشان ما تصيبنا بالعين يا ابني. ما شاء الله. حلو. أيوة. وهلا مين؟ وهي جتنا مداهمة. هلا اجت مداهمة وانا عمول هالكلمة اجت مداهمة. لك ولا أكرم ابني اهدى شوي. هلا بتروح بكل أعصاب باردة وبتفتح الباب وبتشوف مين اللي عم يدق الباب علينا. قل له مسكرين مسكرين. بس تدخل بالأجواء حتى لسانك ولهجتك بتغير. وشو الحكي اللي عم تحكي انت؟ قال مسكرين قال. خلينا بالأول نشوف مين اللي عم يدق الباب. تفضلي خالتي زمرد. امري. شو المنظر يلي شايفتك فيه؟ لا تكون صرت مهرج. لا شو الحكي؟ من قلة الشغل عم تشتغل مهرج. بصراحة ما صار شيء، بس نحن عم نرش سم هون ولهيك لابس هاي التياب. ويفضل انه انت ما توقفي هون وتشمي. روحي من هون فورا وما تستنشقي الهواء اللي طالع. شو استنشق؟ شو هالريحة هاي ايكو؟ لا ريحة مثل المسك، والله ريحة حلوة. شو هالدواء اللي ريحته بالجنة؟ شو قصة خالتي زمرد؟ خير ان شاء الله. شو صاير؟ ليكون في شر جديد وجاي لحتى تساويه هون عنا؟ شو لا لا لا، شغلات يلي بتعرفها. كتبت لك شيك لحتى تترك بنتي بحالة. شيك؟ هلا ما لي فهمان عليك شو القصة، بس بعرف انه الشيك من عادات عائلتكم خالتي زمرد، بس انا ما فيني اقبله. ما بقدر اقبله. وبعدين انت ليش عم تكرري حالك؟ بتضلي تعملي نفس المشاكل وبنفس الاسلوب كمان. يعني اخترعي لك شيء اسلوب جديد. هو صحيح هلا هي نقطة ضعفي وانا بحاجته، بس مستحيل اقبل. مستحيل. طلع شوف كم صفر مكتوب هون. طلع ما بيهمني. طلع شوي. طلع مستحيل طلع. ما رح طلع. ما بدي. حتى لو طلعت ما رح تستوعب الرقم وما رح فيك تعده. شوف انا رح اعدل لك اياه. ما تعدي. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. في خمسة صفار. خمسة صفار يا أهبل. خمسة صفار. بدك تضلك فقير. الشرشحة بيدمون.